كل شيء مخرج عينيك يا حفار حفاري ما بقاش فين الدم. مساء النور الشريف، توحشناك اخو الشريف. اليوم العرس اخويا الشريف، اليوم اغنيه اصدار اغنيه ماما ميا من الكلمات ديالي والحاني من كومبوزيسيون اليس اخراج الجيديحة استوديو ديال حسن الحسن وسي مصطفى نشكرهم من الجي. هو راه سبحان الله اخو الشريف دابا كلشي جا استديو تغير، وفعلا الصراحه حاولت ندير مليونيات جداد، ندير موسيقى جديده، الموسيقى اللي تعبر على الشباب، اللي الموضوع اللي غيخلي الانسان اي واحد الموسيقى يسمع الاغنيه غيحس بلي راه ديالو تا واقع عليه. قلت في المنابر الاخرين مشيت للاستوديو عند اليس، سمعت الموسيقى، اللحن ديال الموسيقى صافي خرج، بديت بعالم جديد وانا فيه مساري، كلشي مغمض عينيه كيحفر حفاري، ما كاينش فين الضيق، نشف ليا معاهم الريق، بعد ما عايش في الضيق وباغي فيراري، وهي قلبي فين غادي بيا تاني، كاع اللي عاشرني تيغدرني من تاني، فيك نفع مرحبا من فيك نفع دفع، برضاة الوالدين وراني عايش هاني. وكثار وكثار الشريف، الله يحفظك. هو بيني وبيك كورونا كما كانت سلبيه كانت ايجابيه، باش تكونوا فاهمين. هاد الاغنيه داكشي اللي كان في الداخل ديالي عبرتو بها، وكي تنقول لهم تسناو دابا احراب ستيل جديد بحوايج جداد باغاني جديده بموسيقى عالميه ان شاء الله، شحال اللي غادر ديال الجمهور. وكي تنقول لك دخلوا لطريق احرى، لا شي طريق احرى، وشوفوا الكليب وخلوا كومنتيرات ونيت في هذه الجريده خويا الشريف، خلوا شي حاجه كتعجبكم اغنيه بارطاجيو، ما عجبتكمش بارطاجيوها. تنهدي كاع الناس اللي ضربوا معايا التماره، الوالده ديالي، العائله ديالي، خويا السعيد ميكاب اغ، خويا بجيديحة، إليز، خويا خليفة اللي في جماعة فناير، شكرا ليه بزاف، المدام، الجمعية ديالي، كاع أي واحد اللي تعتب معايا فيها. هو الكتابة ما غنكذبش عليكم ولا نكذب على راسي، سبعة ديال السوايع. الكليب غتشوفو غتلقاو فيه ميساجات. تهضر على الحسد وعلى النفاق وعلى الغدر، بحال دابا المغرب كلشي تيغير، كلشي غير منه، كلشي ما حامش العيشه ديالو، فهمتيني؟ وكي تنقولوا ديما صحراء صحراء مغربيه، كيبغاو كيما بغاوش، كيكرهوا كيما كرهوش، فهمتيني؟ حنا بلادنا وتنموتوا عليها، ميساج راه فيه الصحراء المغربيه، فيه بلادي ما خاويش، فيه بعدوا على المنافقين، بعدوا على المحسده، بعدو اللي بيرجعكم اللور وخدموا، وان شاء الله غتزيدوا لقدام، تق في راسك وغتمشي بعيد. هو الصراحه ما عنديش رابط، نتمنى نشتغل معاه، انا عندي بزاف الناس تنحب نشتغل معاهم ونغني معاهم. الامنيه ديالي كنت درت مع اغنيه في كنت مع اغنيه في 2007 ياك، ديال اغنيه ديال الدنيا هانيه كانت معروفه، هو خليفه ديال جروب فلاي خليفه من هاني، هو اللي عندي امنيه اخرى نعاود نغني معاه، حيت داك تنحس به عشيري ديال 29 سنه، فهمتي؟ وتنحس به خاصني نغني معاه، وخاصني سمحوا لي راه طاح لي الصديق ديالي. شكون هذا الصديق اللي طاح لك؟ هذا سلفر مفكر، هذا ان شاء الله هو اللي غتشوفوا معايا ديما، هذا هو اللي غنبقى ندير معاه الالهام ديالي، هذا هو الالهام ديالي. شكرا للجمهور، شكرا لك الشريف، شكرا للمنابر الاعلاميه اللي حضروا، شكرا للكافي لوسيس اللي جاوا استقبلونا هنايا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.